يجب أن تكون قادرة على أن تكون هي الفاصل بين في هذه القوى، ولكنها غير قادرة، وذلك ما دعا الحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد لوضع الضغوط على الحكومة العراقية لتكون فاعلة أكثر فيما يجري في العراق. فإن إذا لم تأخذ العراق أو حكومة العراق وجيشها الخطوات اللازمة، فإن أمريكا يمكن أن تهدد بأخذ الخطوات بما يناسب مصالحها في المنطقة.